والله معز، انك انت اكتشاف بالنسبه لي، محليك متربي وبالحق تفرجت في الفيديو نتاعك، يعطيك الصحه. فريمون عجبتني على الاخر. على اثر الفيديو هذا اللي صارت مع منير بن ساحه، الاستاذ منير بن ساحه. ما جبتش انا منير، لا اي على خاطر هو منير بن ساحه مدخل شويه الجمهور. اه محليه الفازه، ما جبتش منير مقويها. على اثر اللي صار مع التصريح اللي عمله منير بن ساحه، الاستاذ منير بن ساحه كان تذكره، قال المراه عندها الحق في زوز رجال. بون اوكي، مانيش باش نذكر منير بن ساحه، انا جست حبيت نذكر شويه لسادة المشاهدين اللي صار. دوك بالحق معز، توا نشوفك ونكتشفك اللي انت انسان ياسر متخلق وياسر متربي. ما لقيتش، سامحني اونتر كيمي، ما تغشش عليا، ما لقيتش برشا قله تحيه في اللي قلته. معناتها انت تحب شكون يهبط على مرتك فيديو كيما هكا؟ اسو بوا معناتها معناتها الفكاهه ما عادش عندها حدود، معناتها سو بوان، معناتها ان اكتور بو تو سو بيرميتر، معناتها ممثل اليوم عندي انا كاميرا قدامي نجم معناتها نقول شنو نحب من غير. انا جو تخوف في الفيديو هذايا، الفيديو اللي هبط هذايا ماهيش معز اللي قدامي اليوم. جو سوي فريمون ديزولي. ما مش جاوب انت، ما شفتش زاد قله تحيه في اللي قالوا؟ ما شفتش؟ لا شبيك ما قلتوش الحديث هذا في الكلام اللي قاله؟ لا انا توا نقدتك توا باش نحل الحوار انا وياك. اي لا علاه قلت لك جاوبتك انا، انت كي انا راني ما ذكرت حد باش نبدا. اي ما يسالش، رد على الاقتراح بنفس الطريقه. ليش تقصد اي انت كي ريت الكلام نتاعو، علاش ما سمعناش مثلا تحكي على قله تحيه في كلامه؟ انت شنو رايك في اللي قاله؟ هو كان جاي مني بصحه هوني الاستاذ منير بن ساحه، راني معناتها انا ضدك لاني قلت بيان سور بيان سور نقول له قلت تحيه. انا بيان سور قلت تحيه كبيره برشا، خاطر ما يجيش انا قلت الحياه باش تجابها. ابقي هذا موضوع نجمو نحكيو فيه. قلت الحياه باش تجابها، قلت الحياه. اي انت انت زاد هي قلت تحيه. انا جاوبت قلت تحيه. اما انت ماكش معاه معز، انت ماكش معاه اللي انا ماكش معاه البرانسيب معز اللي تقول انا نكون خير منه ونجاوبه. لكن انا لا ذكرت شكون الشخص، لا انا قصد مرته. افهم افهم الموضوع، انا نحكي اذا انت حكيت هكاك راهو ينجم يكون هكا وهكا. راي اكس مرته ولا والله لا تعنيني ولا نعرفها ولا تعنيني حتى شيء. انا قلت له وجهت له رساله، انت كي قلت هكا راهو ثم ناس نجم تعمل تقول لك هكا وهكا وما سميتوش. انا مع كل احتراماتي ما نعرفك ما سميتوش، انا وقتها هبطت الفيديو نتاعك، هبطت ماما وقتها هو عمل التصريح هذاك. راهو ينجم يصير اللي قلته انت، ينجم يترتب عليه الشيء هذا. فهمت؟ فهمت. ها وشنو هو مصيب؟ فهمت شو يقصد؟ انا فهمت معز شو يقصد؟ معناتها الحاجه الخايبه اللي قالها اكس، مش لازم نذكروا الاسم، باش هاني وريته اللي راهي تنجم تنتج عليها حاجه خايبه على ريت. احنا كي شفناه تو معز هذا كي شفته ما عجبتنيش منه. انا ضد الكلام اللي قلته، انا ضد الكلام اللي قاعد تقول فيه هنا وفي الترشاش. اي علاش؟ على خاطر انا نجم الكل احنا خدمتنا نعلق على التصاريح والتعليقات، هو يخدم كيفنا. اي هو تو هو ممثل ياسر متخلق، معناتها ما يواتيش اللي عمله. معناتها انا جو بونس اللي ما تردش الفعل في حاجه قذره بالقذاره. انا هذه سي مون نيفو. معناتها انا معناتها انا ديما نقول شنو نقول معاذ سامحني، معناتها ديما نقول احنا نخليو العباد يطلعوا لنا، ما نهبطوش تفهم فيا. معناتها انا نتسب باريزون، مانيش نقعد انا نتسب في فيسبوك ونبدا نجاوب في العباد اللي تسب فيا الكل. لا معناتها انا كي يسبوني يقولوا بارك الله فيك. هو وضح لك علاش وانت ماكش مقتنعه. انت ما انت مشيت معناتها قلت لي مرته ومرتك، ما قصدتش مرته كمرته، هو انا حتى الاسم ما سميتوش. راهو ينجم التصريح اللي قلته انت ينجم يترتب عليه الشيء هذا، هاوش يترتب عليه. والله قاعد يتقال ويوم علاش خبوا فيه، يتقال في الفيسبوك، يتقال في الشارع، يتقال. انا هذبته وصلته مطران. فيرسيون شكون انت مقتنع بها؟ فيرسيون مريم ولا معز؟ انا في رايي الفنان كي يحب ينقد حاجه ينقدها بمنتهى العمق، يوصل المساج لاكبر عدد ممكن من الناس. انا مع الفنان هذا، انا في رايي انا ساعات الفنان يهزوا الطيار او تنفلت اعصابه او الموقف يكون شرس تترتب عليه برشا حاجات خايبه. اما عندي انا الفنان ينقد كي الصحافي، كي المنشط، كي المفكر، كيما الاديب بمنتهى العمق ويوري علاش قلت هذا وشنو النتيجه وشنو الهدف. هذا اللي نحبه. ما غير ما سلب ما غير معز متربي. متربي معز راهو انا عامل لحظه هذه اتفقنا فيها نحن والجميع. إيه؟ هنا اتفقنا على انه معز انسان موهوب ومتربي برشا، انا عامل متخلق وربي يعطيك على قد قلبك قريب 700 سكيتش راهو كاتب. إيه؟